الله. توفيق السميده مواطن مغربي مدينه اكادير. البارح حوالي الساعه 8 ما بين 8 و 8:30 مساء كنتفاجئ خلال المرور ديالي انا والصديق ديالي الدكتور عزيز الرماني مدير السابق لمستشفى حسن الثاني، كنتفاجئ بواحد السياره كتوقف بالقرب من ثانويه هيليا يوسف متشافين بالحي السويسري المعروفه بسيتي سويس باكادير. فاش توقفوا خرجوا واحد جوج ديال فتاتين، خرجوا جوج بنات خرجوا كيجريو من السياره. هذا الشيء اللي اثر الانتباه ديالنا في الاول، ووقفنا في ديك اللحظه كيخرجوا جوج ديال البنات كيجريو، كيتبعوهم جوج ديال الدراري اخرين كانوا معاهم في السياره. فاش كيتبعوهم وحده منهم تمكنت تهرب في ديك اللحظه، والاخرى عنفوها وضربوها قدامنا بواحد الطريقه اللي كانت خايبه، وهي اللي خلتنا اننا نقولوا هذا الشيء راه شي حاجه ماشي هذيك، لانه قلنا بهذه الطريقه هذه يمكن هذا المصير ديال هذه البنت غادي يكون لا قدر الله صعيب، يعني يقدر يكون اغتصاب، يقدر يكون لا قدر الله حتى شي حوايج اخرين. على كل حال هذا الشيء اللي خلانا اننا نحاولوا نحاصروا هذوك الناس في انتظار الامن اللي تواصلنا معاهم، وكان الرد ديالهم سريع بكل صدق، كان سريع وكان واحد التفاعل زعما ناجع، لانه من بعد هذوك الناس ما بغاوش يوقفوا، تبعناهم بالسياره من حي السويسري دازوا لحي الايليغ، ومن حي الايليغ دازوا على واحد الطريق كتسمى طريق المالي، واحد الطريق شي شويه صعيبه وخاصه بالليل، وكانوا كيسوقوا بواحد السرعه جنونيه، وحاولوا ماشي مره ماشي جوج انهم يسقطونا في لوغافا. اما الحمد لله كاين شويه التجربه في السوغان، وكاين حتى ضبط النفس، لان هذوك الناس كانوا معولين على شي حاجه خايبه من خلال داكشي اللي شفنا بعينينا. دونك تبعناهم حتى الاورير، في اورير وقفوا السياره حاولوا هربوا ديك البنت اللي كانت معاهم. فاش جينا وقفنا عليهم قال لك راه ما كايناش البنت، وان في نفس الوقت كانوا الناس شاهدين تما في عين المكان انه السيده هربت. على كل حال السيده الاولى اللي كانت هربت في الحي السويسري مشات قدمت شكايه عند في ديك الليله مازال عند مصالح ديال الديمومه ديال ولايه الامن هنا باكادير، والامن دار العمل ديالو مازال البارح بالليل وعثروا على ديك البنت الثانيه. اليوم وقيلا تم استدعاء هذوك الناس لان عطيناهم الترخيم ديال السياره، تم استدعاء ديالهم. دابا واحد الساعه ما عندناش تفاصيل شنو وقع. الحمد لله اننا ساهمنا بواحد القسط بسيط ان دوك البنات يتنقذوا، وهذا هو اللي كان مهم، لان الهاجس اللي حركنا هو بالدرجه الاولى هاجس انساني. يمكن لك تشوف واحد البنات صغارات من الحاله ديالهم الهيئه ديالهم كيبان انهم قاصرات، والطريقه باش تعامل معاهم داك ديال العنف لا تبشروا بالخير. الحمد لله ان القضيه مرت بسلام. كنبغيو من هذا المنبر نشكر كذلك الدكتور إحيحي اللي كان هو مورانا بالسياره وبقى تابعنا في ديك الطريق الواعره، تقريبا المطارده راه فيها شي ساعه ونص في المجموع، حتى هو كان معنا هو والزوجه ديالو، كنحييهم من هذا المنبر هذا لانهم حقيقه ابانوا على واحد الحس مواطنتي وانساني كبير سورتو في هذا الوقت. كذلك كنبغي نوجه واحد التحيه عاليه للناس ديال الامن على سرعه التفاعل ديالهم والتجاوب، وكذلك النجاعه ديال التدخل ديالهم اللي يمكنهم انهم بعد على الاقل ذاك البنت الثانيه يتم الانقاذ ديالها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.